أما هلأ لي مننتقل لمساحتنا الطبية لليوم. كثير من النساء بيعانوا من كتل دهنية صغيرة، ممكن تكون متوزعة ببعض أنحاء الجسم، ممكن على الرأس، على الكتف أو بالجهاز التناسلي. نحكي عن هي الكتل الدهنية، كيف فينا نعالجها، وهل هي إلى آثار سلبية على صحة السيدة؟ نحكي عن هذا الموضوع معنا الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي معالجة الأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا هلا، صباح الخير دكتور. يا صباح النور. يعني بالبداية خلينا نحكي شو يعني الكيس الدهني، شو يعني الكتل الدهنية، شو يعني، وين أكتر أماكن بتتمركز فيها هي ما بتكون خطرة أو ما بتنعد خطرة؟ طيب سيدتي، أولا هو هذا المفهوم الأكياس الدهنية أو الكتل الدهنية أو الآفات الدهنية هو مفهوم مختلط. تعالوا أنا وياكم نوضحها هيك، نفصلها بشكل بسيط. أولا الكيس الدهنية غير الكتلة الدهنية اللي بومار. أوكي. تمام. ثانيا يعني انه كمان لما بنشوف لما بيطلع اوقات اكني يا حب وهيك، خاصه بعمر المراهقه عند كلا الجنسين، هي كمان مفهوم اخر مختلف. هلا كل وحده منهم في الى سبب مختلف، وفي منهم ما بنعرف السبب. طيب هلا بنرجع لموضوع اللي حكينا فيه بالبدايه اللي هو الاكياس الدهنيه. نحن بنعرف انه هي بتوجد فقط بالقدم، يعني ضمن طبقات الجلد، تحت طبقات الجلد بشكل بسيط. بمعنى انه نحن عنا معروف في غدد دهنيه موجوده. طيب مثل ما في غدد لعابيه، مثل ما في اي غدد ثانيه بالجسم، بده يكون في الى قناه لتطلع المفرزات تبعيتها للمكان المقصود، للمكان المطلوب. طيب الغده الدهنيه هي القناه تبعيتها، بفرض نحن بنقول انه سكرت القناه تبعيتها. طيب سكرت القناه تبعيتها وضلت الغده عم تفرز، ويقوم وقتها هون بيتشكل عنا شيء اسمه كيسه دهنيه. طبعا ممكن تتواجد باي مكان بالجسم بما فيها الورم الدهني اللي هو لحسن الحظ ورم سليم جدا جدا. كمان ممكن يتواجد بأي مكان بالجسم. طيب تشكلت هاي الكيسة الدهنية، هون وقتها طريقة التداول معها مختلفة على حسب كبرها وحجمها وكان توضعها ومدى إزعاجها لصاحب أو صاحبة العلاقة. إذا هي موضوع الكيسة الدهنية. هلأ إذا بدنا نروح للموضوع الثاني يلي كمان هو كيسة، يعني بالمعنى دعبولة. إذا بدنا نروح كمان للدعبولة الثانية تحت الجلد، طبعاً كله تحت الجلد. إيه؟ طبعاً وبتظهر فوق الجلد، هو منشأه من تحت الجلد، هو بتظهر فوق الجلد. الكيسة ولا الكتلة؟ اثنيناتهم. في منهم بنلاقيها الكيسة مثلا ما كثير مقببة فوق الجلد، بس بالجسم بنحسها واضحة. هي بنعرفها انه كيسة دهنية. هلا بنروح بقى للورم الدهني او الورم الشحمي او الليبوما. خلينا نتفق على شغلة علمية بسيطة انا وياكم. لما بنقول بأي موضوع كان، اي موضوع كان، بنقول شغلة ليبوما قبل اخرها ما او فيبروما اخرها ما، معناته عم نحكي عن ورم سليم. تمام. اما لما بنقول ساركوما او شيء، يعني طلعنا بقى من كلمه الكلمه وما، ليبوما فيبروما اللي هو، معناته نحكي عن شيء خبيث. هلا نحن عم نقول نحكي عن الليبوما يلي هي ورم حميد. دهني حميد لحسن الحظ. ليش لحسن الحظ؟ بسبب كثره انتشار الاورام الدهنيه وين ما كان بكل الاعمار عند كلا الجنسين. بنلاقيها من فروه الراس للايد. انا هلا عندي وحده هون، يعني ما بتعمل شيء ابدا. هلا هي ليش بتتشكل هون؟ نحن ما بنعرف ليش بتتشكل. لا هي منشأة الخلايا الشحميه الموجوده، يلي هو الشحم موجود بكل مكان بالجسم بما فيها الاحشاء جوا البطن والحوض. ليش بتتشكل هي؟ نحن ما بنعرف، غير انه بتتكاثر، بتنقسم زياده، بتجمع على بعضها، بتعمل كتله وإلها محفظه سليمة. من أهم صفات السلامة تبعيتها يلي إنه هي لما من جسها منفحصها منلاقيها متحركة على العمق، يعني ما أنا ملتصقة بالعمق بالعضلات أو بالأوتار أو يلي الأعضاء اللي تحتها، والجلد متحرك عليها. تمام. ما في أنسجة بتربطها. بس إذا بنحكي عن أعراضها، يعني ممكن حسب بعتقد حسب موضوعها أو مكانها للكتلة أو الكيس، هي بيكون إلى أعراض ممكن تضايق الشخص أو ممكن لا. ممكن المشكلة أحيانا لأنه بيكتشفوها يعني متأخرا، يعني ما بينتبهوا إنه في كتلة حتى يصير بعض الأعراض لا تضايق هيدا الشخص. خلينا نعطي بعض الملاحظات لهي الأعراض لأنه نتنبه على بكير. تمام. يعني هي الأعراض إنه مثلا إذا موجودة في فروة الرأس من وراء
وقت النوم بيشعر صاحب المريض او المريضه انه في شيء معه طبيعي لما عم يتحرك براسه، شيء مؤلم بشكل بسيط. طيب لما بنشوف انه نحن شاب او صبيه رايحين على الجيم عم يلعبوا بالنادي، انه والله في شغله هون صغيره لما عم يعملوا تمرين صدر اللي هو انه عم يشعر او شوي كبرت على الشد العضلي اللي تحتها وعملت شويه الم بسيط، هي الاعراض اللي بنشوفها. الا ببعض الاماكن، مثل المنطقه التناسليه عند الانثى، هون ممكن يكون لها اعراض مختلفه تماما بسبب الوظيفه المطلوبه من الاعضاء التناسليه عند الانثى. تمام. فاغلب الاعراض هي اعراض بسيطه. هلا امتى بنلاقي نحن نوع اعراض بس بنلاقيه مزعج؟ هو انه لما المريض او المريضه خلص حط راسه براس هال بضل بيلعب فيها، وكل نهاره مشغول باله فيها. فلو كانت صغيره ولو كانت غير مؤلمه ولو كان مكان توضعها غير مزعج، بس بنضطر نشله اياها. سواء كانت كيسه، طبعا طرق العلاج مختلفه بين الكيسه وبين الليبوما الورم الشحمي وبين الالتهاب الدهني هذا يلي بيكون فيه شويه شحم كمان بيطلع هون، او بالزنار الكتفي يلي كمان هذا طريقه علاجه مختلفه. هذا الثالث اللي هلا بدنا نحكي عنه يلي هو الالتهاب اللي بيطلع بالجبهه اكثر شيء وبالوجه او بالمثلث هذا، او بيطلع بالمنطقه من الا الفي الاماميه الخلفيه والاماميه والخلفيه، يعني السبعه هي موجودة هون ومن وراء بين لوحين الكتف كمان بيطلع نفس الشيء. هذا بيكون سببه غالبا معتمد على يعني سببه هرموني، معتمد على فرط الاندروجين او الهرمونات المذكرة يلي بيدخل من ضمنها طبعا التستوستيرون، هرمون التستوستيرون. اذا هون هذا السبب بيصير وقتها هرموني. اما الليبوما ما له علاقة تقريبا بسبب الهرموني، ولا الكيسة الدهنية. هذيك الكيسة الدهنية سببها مثل ما حكينا فقط آلية ميكانيكية، انه هالغدة هي مع القناة اللي بتسرب منها المفرزات تبعتها سكرت القناة لأي سبب من الأسباب، عملت كيسة. لأنه هون لما فصلنا بيناتهم طريقة العلاج مختلفة بين كل وحدة ووحدة. نعم دكتور، خلينا هيك شوي نحكي عن توضع الكيسات أو الكتل الدهنية بمنطقة الثدي، يعني وخاصة عنا كان شهر أكتوبر الوردي. شهر الوردي، دائما السيدات يمكن لما تشوف كتلة صار عندها تخوف، صار عندها مخاوف. هل تؤلم هي الكتلة الدهنية أو الشحمية بالثدي؟ وأيضا دكتور خلينا نحكي طريقة سحبها، في تقنيات جديدة صارت تنسحب تدويب وسحب من خلال الإبرة. خلينا نحكي عنها وكيف منعرف أنها شحمية وأنها سليمة إحنا قبل ما نروح على الدكتور. ما مطلوب لنا تعرف أنه شحمية وسليمة، وهيك إن شاء الله تكون كلهم شحمية وسليمة. هي ولأنه بتخاف، المطلوب منها تخاف بس بدون قلق، بمعنى الخوف الإيجابي اللي بيخليها تروح لعند دكتورة بيفحصها سريرياً، وهي بتكون فحص حالة سريرياً بتعطي التطورات إذا في تطورات شافتها خلال كم شهر الماضيين، ولما بيطلب لها صورة الإيكو والماموغرام للثدي ومع الفحص السريري بيعطيها تقريباً التشخيص شبه النهائي، إلا ببعض الحالات اللي نضطر ناخد منها رشافة بالف ان اي بالفاين نيدل اسبيريشن، إنه رشافة أو خزعة صغيرة منها لنثبت التشخيص. فهي ما مطلوب منها تعرف. هلأ منقول هل هي مؤلمة؟ نرجع منقول حسب توضعها بالثدي، كمان حسب حجم الثدي. هلأ الثدي الكبير يمكن معدوه بتحس ولا بتشعر فيها، الثدي الصغير لا بتشعر فيها. كمان نفس البنت أو السيدة صاحبة العلاقة منلاقي في عندها شيء تاني، إنه هي ممكن تختلف تشعر بالأعراض لما شوي بيحتقن الثدي عندها مثلا قبل الدورة أو بوقت الإباضة. إذا هون التفاصيل كثيرة، ما مطلوب منا هي إنه لصاحبة العلاقة إنه هي اللي تقعد تحط التشخيص، لا تراجع طبيبها وهو بيوجهها. طب دكتور البنات الصغار يعني وقت عند البلوغ بنلاقي إنه دائما تشخيص الدكتور إنه بسبب هي شيء من كتلة الحليب صار عندك تشكلت كتلة دهنية تركية بتروح لحالها. شو هي تركية بتروح لحالها؟ وهي الكتل عند البنات الصغار يعني شو هي؟ هل هي تصنف ضمن الكتل ولا الكياس الدهنية ولا شو هي؟ لا هون لا هي الكيسة دهنية كيسة دهنية، والغدية اللبنية لا هي غدية لبنية. فلذلك عنا الحجم وكمان بتتحرك طبعا وبتتحرك وسليمة سليمة بمعنى شيلة
لا هون برجع بقول حسب شدة، إذا في أعراض إذا في اشتباه فيها وحسب حجمها. يلي حجمها مؤثر على شكل الثدي هي طبعا مش اللي اياها ما نضل شغرب على فيها. فلذلك هون منقول انه اكثر افات سليمه موجوده بالثدي منقول داء كيسي، يعني كيسه مثل ما حكيتي حضرتك، او منقول داء غدي ليفي. اثنيناتهم مرتبطين بالبنيه التشريحيه للثدي السليمه يلي بتطلع منها هيك افات، كل وحده منها التعامل معها مختلف. فلذلك نحن باغلب الحالات بفتره البلوغ لما بنبلش بقى التبدل الهرموني عندها وبتروح باتجاه النضج الناحيه الهرمونيه والوظيفه الهرمونيه والتناسليه والانجابيه تحضيرا يعني الحياه الانجابيه، نحن بنهدي بالنا شوي، بنخلي عيننا على الافه السليمه ان شاء الله، ومنعطيها وقتها لحتى ينضج جسمها بشكل نهائي، بعدين بنتعامل مع الحاله بلحظتها. اما في منهم حالات بتكون هي وصغيره صحيح، اذا كبيره او مؤلمه او شغله بالها كثير وهيك لا بنضطر نقيمها. طيب دكتور، نعم. خلينا نحكي عن الكتل الدهنيه اللي ممكن تتوزع على بعض اعضاء الجسم، هي نعم. ممكن تكون مؤشر انه هيدا الشخص يصاب بسرطان الجلد ولا ما له علاقه؟ الحقيقه حسب تقريبا يعني... لا ما في علاقه على الاطلاق. ما في علاقه اطلاق ولحسن الحظ. انما في عنا بعض الآفات يلي هي تشتبه تماما مع كتلة دهنية يلي هي موجودة بجهاز المرأة التناسلي يلي هي مثل بارتولين جلاند يلي هي غدد بارتولان. غدد بارتولان هي غدد موجودة ببوابة المهبل الأمامية يلي شغلتها تعطي مواد مزلقة أثناء العلاقة بين الزوجين. ونحن بنعرف في شغلة جدا مهمة أنه المهبل عند الأنثى هو عنده آلية تنظيف ذاتية مثل جوف الفم تماما، أوكي؟ فلذلك نحن بنقول في عنا هي الغدد غدتين بارتولان موجودين. هلأ ما مطلوب في منهم بتكون بتجي المريضة بتقول لك دكتور أنه عندي كتلة شحمية موجودة بالمنطقة عند بوابة المهبل، بنقول لها نحن أنت ما تشخصي، أوكي؟ لأنه حالات لحسن الحظ حالات نادرة جدا وخاصة عند الكبيرات بالعمر المعمر قد يكون هو بداية أو مؤشر لا اللي سألتيني عنه حضرتك اللي هو سرطان بالفرج عند المرأة خاصة المعمرة. سرطان الرحم ولا حسب؟ لا لا لا، نحن عم نحكي بالبوابة الخارجية للمهبل بأول المجرى التناسلي عند المرأة. فلذلك هون وقت حكينا عن الأعراض إنه قلنا غالبا بيكونوا لها عرضيات اللي بتكون متوزعة بقية الجسم، بس بقى في بهي المنطقة عند الأنثى بس في مؤشرات تنتبه للسيدة إنه ممكن يكون في مشاكل أو هي مؤشرات طبعا. لسرطان أو هي لا لأنه هي إحنا بنعرف الكشف المبكر قديش بيوفي هو يعني الأساس. هو الأساس علاج أي مرض إذا بدنا نحكي. نعم سيدتي، هون المؤشرات ما هي بتعرف إنه هي مؤشرات لسرطان ثدي، لأنه إذا وصلت إنه هي مؤشرات وطلع عفوا سرطان ثدي سرطان بالمنطقة التناسلية سرطان فرج أو مهبل، لا معناته هي قطعت شوط كبير كتير كتير مؤشرات قبل ما في كمان مؤشرات قبل هون بقى بدنا نحكي فيها، لأنه نحن بنعرف هي آخر خيار لكل الناس. بتقول لك الدكتور يعني نحن بنحمل نفسنا طاقة وألم زيادة، ما هو أنا أقول هذا المطلوب ما تحملوا ولا تفكروا ولا تقعدوا تكبسوا على الموبايل وعلى الكمبيوتر على الإنترنت إنه تقعدوا تشوفوا شو اللي صاير، لا زيارة لطبيبك وبس. شو هي المؤشرات الأبرز؟ المؤشرات تبعيتها اللي هي بنقول بقى الأعراض، بتلاقي إنه بسبب توضعها بهي المنطقة، إذا كانت الست متزوجة أو العلاقة أو بنت العلاقات هي ببلاد برا بنشوفها كتير، إنه في عندها شيء مجسوس غير مفهوم بالنسبة إلها، مؤلم وقد يكون مؤلم بشدة، يعني بتكون العلاقة الجنسية بين الزوجين أو بين البارتنرز الشريكين بتكون شبه جحيم من ناحية الألم الشديد بهي المنطقة. طيب بعدين غير الألم للشريك؟ لا لا، بعدين منشوف بقى أنه صار في احمرار بالمنطقة، حرارة موضعية عالية بالمنطقة هاي، بعدين ممكن نشوف بقى أعراض عامة، حرارة عامة عالية، بردية، عروقات، بلا بلا بلا. ممكن بعدين نشوف شيء تاني انه صار يطلع عنا نز من ناحية بكون وقتها تحولت لخراج. تمام؟ هالخراج هذا وقتها هون صار قيحي، هذا يجب بقى هون نختار الوسيلة العلاج الأفضل يلي هو معالجة بأنتي بايوتكس مشاركة بالمضادات الحيوية خاصة للاهوائيات، يعني لأنواع مضادات حيوية لمختلف أنواع الجراثيم، وممكن وقتها نحضرها لعمل جراحي اللي هو التفجير للخراجة. وبالمناسبة
نحن يعني هي قاعدة عندنا بالطب النسائي، أي كتلة مثل هي غدة بارترين جلاند، أي صارت خراجة أو شيء لما بدنا نستأصلها أو نفجرها ونحط مفجر منها نبعتها على الباتولوجيست على المشرح المرضي ليطمننا أنه هي مو مخبية شيء وراها. بس بأغلب الحالات بالأعمار الصغيرة هي ما بتكون دليل على أنه في عنا تيومر أو كانسر سرطاني، بنشوفها بالأعمار الكبيرة للسيدات، هي اللي نرجو الانتباه إلى، لأنه إذا صار في عنا سرطان بهالمنطقة جدا علاجه يعني صعب وغليظ، والبلاستيك سيرجري الجراحة الترميمية لها لهون جدا جدا صعبة. نعم. فلذلك ما بنتمنى نوصل لها. نعم. خليني دكتور نكفي يعني أو تتم لحديثك ونحكي عن طرق العلاج. هلأ منشوف أنه مثلا بمناطق محددة أي مريض ممكن يلاقي كتلة أو شيء بيروح عند دكتور بيشقله إياها بيعصر له إياها، في منهم بيفقوها بيضلوا بيفقوها تماماً. بتكون كيسة صغيرة شحمية صار عليها التهاب بسيط لأنه في جراثيم طبيعية موجودة على الجلد مثل هلا كلياتنا، هي فلورا طبيعية موجودة، بيقوم بيصير في التهاب جرثومي بيفقيها، بدل ما تكون مجمعة بتقوم بتروح بتصير التهاب نسيج خلوي. بنقول لهم لا، لأنه حتى طريقة التفجير الجراحي تبعها أو الاستئصال بده يكون بوقته المناسب قبل لما خلينا نقول تنطبخ. طب في داعي هي الفكره انه في داعي قبل الشق او العمل الجراحي او التدويب اذا كانت داخليه انه ناخذ انتيبيوتيك او ناخذ دواء هذا قلنا حسب شده الحاله. اذا حاله بارده يعني هي في لها مرحله تحضير بعدين مثل ما قلت بالوقت المناسب. بجوز نحتاج مرحله تحضير انه اذا في عندنا شيء صار في شيء اسمه انفكشن، صار في شيء التهاب موجود، اي وقتها بدنا نبرد القافة، بدنا نبرد المكان اللي عم نشتغل عليه عمليتنا وبعدين منتداخل. اما ما منتداخل بنكون في التهاب قوي وقيح كتير وحرارة عالية كتير، الا ببعض الحالات لما بتجينا يعني في عنا مريضات يعني شايفهم بعيادتي انا بشغلنا الخاص، تلاقي المريضه اللي عندها خراجه كبيره ممكن توصل قد حجم البرتقاني منطقه مثلا مثل خراجه بارتونا او كتله شحميه موجوده بالمنطقه والتهبت، تلاقيها المريضه ما انا قادره تقعد مثل ما نحن قاعدين، اذا بتمشي هي رجليها متباعدتين بشده وقاصع ظهرها لانه يا دوب عم تقدر تتحرك. هون وقتها لو في التهاب عفوا وحاله عامه يعني خلينا نقول شديدة حرارة وبردية ووهن شديد، لا نضطر نتداخل ولو هلأ من باب بس التفجير لترتاح المنطقة والمريضة من الأعراض، بعدين منرجع وقتها منغطي تغطية إنتانية شديدة بمشاركة جرثومية، منغطي تغطية إنتانية شديدة تحضيرا لتبرد المنطقة وبعدين منكمل وقتها إجراءنا الجراحي المطلوب يلي هل هو استئصال. حالات متقدمة يعني عفوا الخراجة سيدتي ممكن تطلع خلال عدة ساعات هي بس هي اساسا إلى اثار قبل يعني في كان من مؤشرات او منبهات مش بنعرف الخراج لانه هو بيكون التهاب على شيء جراس يعني جراثيم او فيروس تراكمي. بس خلينا نحكي عن الوقايه، قديش مهم اليوم الوقايه لحتى ما نوصل لهي المراحل. وقلت هو اساسا الجسم معرض ليكون فيه جراثيم، بس نحن بنعرف انه الوقايه خير من قنطار علاج. بعض يمكن القصص اللي بنعملها بشكل يومي او بشكل روتيني هي بتقينا من هي المراحل المتقدمه بالعلاج. خليني هلا عن الكيسة الشحمية اللي حكينا عنها يلي بتنسد قناتها، ما في غير النظافة العادية اليومية للجسم مشان انه نضمن الأقنية تبع الغدد او بتفرز الشحم انه تضل قدر الامكان سالكة. طيب هلا بالنسبة للليبوما للورم الشحمي الحقيقة ما في ولا اجراء وقائي بنقدر نساوي تجاه القصة لانه هون ما بنعرف سببه. هلا بنروح بقى للالتهابات مثل الالتهاب الدهني اللي بيصير مثل منطقه في من قدام ومن ورا والجبين والزنار الكتفي، هي اللي بيكون سببها مثل ما قلنا معتمد على فرط الاندروجينز اللي هي الهرمونات المذكره. بنقول هون نعالج السبب الاساسي لها، بمعنى انه بنت ولا سيده عندها اضطراب بالدوره، عندها شويه شعرانيه مو طبيعيه، عسره طمث شديده، لقينا عندها بي سي او تكيس مبايض، في عندها الشعرانية سبب الأندروجين فرط هرمون الأندروجين، وقتا منعالج هذا السبب بعدين بقى المظاهر الخارجية يلي إلى تدبير خلينا نسميه تدبير تجميلي أكثر، أما هو نعالج السبب من الأساس. إذا المنبئات يلي هي اللي سألتيني عنها حضرتك سيدتي إنه بنت لما بشوف حالة في شيء مانو طبيعي
لا تراجع طبيبها فورا، لانه هي ما رح نستنى لحتى يصير عندها التهاب كامل هون وكل حبوب وشحميه وعود بعدين تعملي كريستالايزنج لها وتقشير. طبعا العلاج ممكن ترجع، يعني في حالات نحن بنسمع خراج او كتله او يعني ممكن فيها تعود نسبة، فيها نسبه نكس بنفس المكان نكس. في طبعا هي طب هو الحق على انه التنظيف مو صح لا ولا لا لا ابدا، الحق على السبب المجهول اللي نحن ما بنعرفه. صارت فينا نقول منطقه مهيئه يعني بشكل دائم، هي منطقه مهيئه مثل ما طلع مثلا هذا اللي بوم الورم الشحمي طلع فيها ممكن يرجع ينقص مره ثانيه ويطلع بمنطقه ثانيه وثالثه ورابعه. فلذلك هون الاجراءات الوقائيه، بس بدي نبه على شغله انه لما حكينا عن الكتل الشحميه اللي ممكن تطلع بالمنطقه التناسليه عند البنت او السيده او الخراجة بارتولان اللي ممكن تتشكل، انه هون بس الاجراء النظافه للبنت او السيده بنقول لهم، يعني هلا طبعا اكيد عم يتصرفوا من باب الحرص على النظافه بناتنا وسيداتنا يلي بعد كل فوتة على الحمام حتى لو بيبي وهيك انه بقى بالمعقمات وبالمنقلك. لا 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 ما بدها الحكايه كلها الان، هم نقول بيكفي مره بالاسبوع بمعقم لزياده الهفافه والنظافه وهيك خلينا نقول، والبقيه المرات اثناء اليوم وبقيه ايام الاسبوع بنقول والله يكفي شغله انه نرجع للطبيعه، بمعنى انه كل سوائل كل اخلاط الجسم عند الرجل والمراه والصبي والصغير والكبير انه كلياته معموله من المي وملح، الدم اساسه مي وملح، الدمع مي وملح، المفاصل مي وملح، السائل المفصلي مي وملح، العرق مي وملح. نرجع وقت الاجراء النظافي اللي هو بالمي والملح، زياده شوي هيك نظافه وقت اللزوم، المي والبابونج كافيه كثير اوكي، بعدين وقت في بعض الحالات تستدعي مطهرات لنعدل الحموضه سواء بجوف الفم او بجوف المعده او بجوف المهبل، اي اوكي هذاك موضوع اخر. اما كاجراء نظافه يومي لبنت او سيده ما عم تعاني من شيء، يكفي الطبيعه مي وملح او مي وبابونج. نعم دكتور اكرم الاحان، نحن كثير بدنا نشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ومثل العاده دائما اكيد كل السيدات بينطروا فقرتك معنا لحتى يستفيدوا من كل المعلومات. شكرا كثير لك، شكرا لك، شكرا لك دكتور.